الوطن. تفضل يا يعقوب، قل لنا ما المقصود بالوطن؟ الوطن الوطن أستاذ هي بقعة الأرض التي ننتمي إليها. تفضل يا يوسف. الوطن هو الشيء الذي نسكن به ونعيش به وننتمي إليه. الوطن هو البلد الذي ينشأ فيه الإنسان وإليه انتماء ينتمي إليه. هي طبعا مهد الإسلام، بداية الإسلام. بدأ الإسلام من هنا، من مكة. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهاجر إلى المدينة ونشر الدعوة هناك. وطبعا في المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية، وطبعا توجد نهضة شاملة في مجالات مختلفة. أعتز بوطني لما له من مكانة دينية كبيرة. تفضل يا محجوب. تتمتع المملكة العربية السعودية بمكة المكرمة والمدينة لوجود طبعا هذه الأماكن المقدسة. الملك عبد العزيز ولد في الرياض سنة 1093 وبقي فيها إلى عام 1308. درس القرآن الكريم وأصول العقيدة الإسلامية، تعلم الأمور الدينية بشكل طيب، وطبعا ساعده ما تعلمه من القرآن والعقيدة الإسلامية على تقوية شخصيته طبعا، وأصبح بعد ذلك قائدا في هذه البلاد. تربى على يد والده ونشأ نشأة قوية، كان يتمتع بالحكمة السياسية والتواضع، كان متواضعا وكان سياسيا. جهود الملك عبد العزيز في توحيد البلاد، استرد الرياض سنة 1319 وكانت هذه البداية، وبعدها طبعا شرع في توحيد باقي مناطق البلاد حتى أعلن توحيد أجزاء المملكة في دولة واحدة تحت مسمى المملكة العربية السعودية في يوم 21 من شهر جماد الأولى عام 1351 هجري. تفضل يا أسامة. لونه أخضر وعليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعليه سيف. هذا الشعار يرمز للرخاء، يرمز للرخاء والنماء، وطبعا النخلة مثمرة، وطبعا يمثل العدل والقوة. اليوم الوطني هو اليوم الذي أنعم الله فيه على البلاد بالتوحيد، وطبعا اختار الملك عبد العزيز هذا اليوم لإعلان توحيد البلاد. قبل التوحيد كانت البلاد فيها اختلاف، أصبحت بعد التوحيد فيها أمن، فيها اجتماع. قبل التوحيد فيها خوف، أصبح فيها أمن بعد التوحيد. اليوم الوطني هو اليوم التي اجتمعت فيها كل أجزاء المملكة العربية السعودية حتى توحدت وأصبح بها أمان، صحة في تعليم، ويعني أمان، وكل هذه الأشياء التي حدثت حتى الآن. نفرح باليوم الوطني وكل الناس السعوديين يفرحوا فيه. نبدأ وطننا بأرواحنا، الوطن في قلوبنا. اليوم الوطني هو يوم توحيد المملكة، الشمال والغرب والجنوب والشرق كلهم يجتمعون مع بعضهم.